أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الوسائل أو الطرق التي نعملها حتى لا نقع في هجر القرآن الكريم؟ يقول: ما هي الوسائل أو الطرق التي نعملها حتى لا نقع في هجر القرآن الكريم؟ وهل هناك نصيحة بقدر معين إذا عملنا به ننجو من هذا الخطر العظيم وهو هجر القرآن؟ الله جل وعلا يقول: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع. النوع الأول هجر تعلمه وتعليمه فلا يتعلمه ولا يعلمه، والنوع الثاني هجر التلاوة، إذا تعلمه وحفظه لا يتلوه ولا يتدارسه ويراجعه، يغفل عنه حتى ينسى، هذا هجر. والنوع الثالث هجر التدبر، قد يتلو الإنسان، قد يتلو القرآن ويكثر من تلاوته، يختم في اليوم أو في الشهر الختمات الكثيرة ويجيد التلاوة، لكنه لا يتدبر معانيه، وإنما يردده بدون تدبر، هذا هجر، هجر لتدبر القرآن، وهذا لا ينتفع منه من تلاوته للقرآن. والنوع الرابع هجر العمل به، بعد ما يتدبره لا يعمل به، قد يتلوه ويجيد التلاوة وأيضا يجيد التفسير ومعرفة معاني القرآن، لكنه لا يعمل، هجر العمل بالقرآن، وهذا أشد، ولا ينفعه القرآن حينئذ، بل القرآن يلعنه وفي يوم القيامة يدفعه إلى النار كما في الحديث. والنوع الخامس هجر الحكم به، الحكم بالقرآن، إبعاد القرآن عن الحكم وإحلال القانون الكافر محل القرآن، وهذا أشد والعياذ بالله. فهجر القرآن أنواع، فعليك أن تجتنب هذه الأنواع. وليس الحكم بالقرآن مقصورا على الحكم في المحاكم، بل الحكم في القرآن على نفسك، الحكم في القرآن على المقالات والمذاهب والأحزاب والاختلافات، يحكم بالقرآن في جميع المجالات وبين الخصوم، الحكم بالقرآن عام، ليس الحكم بالقرآن مقصورا على الحكم في المنازعات في المحاكم كما يظن بعض الناس، بل الحكم بالقرآن عام. إن تنازعتم في شيء، أي شيء، فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم.